اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا. النهارده بقى مع بعض هنعمل اكله كلنا بنحبها. احنا هنعمل كشك، اكله الامهات، وفيها طعم الامهات وريحه الامهات، بس هنعملها بطريقه مختلفه شويه. دايما صوره الكشك عندنا يا اما عندنا لحمه يا اما عندنا فراخ صحيحه كده ونحمرها. ايه رايكم النهارده نعمله بقطع الفراخ جواه؟ يعني انا هسهل الموضوع وهخليها اكله بسيطه تقدر الامهات الصغيرين برضو يعملوها على طول. بصوا، انا عندي صدرين فراخ مقطعاهم مكعبات، وانا هعمل مقدار اللي هو نص كيلو شوربة او نص لتر شوربة مع نص لتر لبن مع معلقتين دقيق. ده مقدار بيطلع حلة كشك معقولة، وهو مقداره تقريبي، واحنا بننفذه هتعرفوا انه تقريبي. عندي بصلتين مقطعهم رفيع، دول للتقلية، ما تبشرهمش وما تقطعهمش كبير، قطعهم رفيع كده بيبقى شكلهم حلو في التقلية. وعندي جزراية للسلق، وعندي بصلايه اربع، وعندي قرفه، وسمنه مش زبده. هتقولوا طب هنجيب سمنه، احنا بنجيب زبده. هاتي طاسه وحطي فيها حته زبده وسيحيها، هتلاقيها الحته اللي هتطبخي بيها هتلاقيها روقت حبه لون بني كده، ده المرطه. صفي خدي السمنه هي اللي تستعمليها عشان الكشك ما يغمقش مننا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بص، اول حاجه انا مسخنه حله وجايبه نص كوبايه رز، وحطيتها غسلتها وحطيتها في قلب الحلة وحطيت عليها مية كتير. لما بدأت تتشربهم وتوصل للمنظر ده، طبعا ده عشان انجز الوقت. بصوا خلاص بدأت اهي اتشربت والرز تخن معايا. بصوا بقى تخين ازاي، ويعني يدوبك فيه سائل خفيف جدا. انا بقى هطفي عليه وكده جاهز يستقبل الشوربة علشان احط عليه شوربة الكشك، عشان ما احط الشوربة من البداية ويفضل يتشربها ويلزق. لا، احنا عايزين الشوربة نستفيد بيها. دلوقتي هجيب، يعني هنا عايزة حبة زيت صغيرين قوي، تقريبا معلقة او معلقة ونص، مع فصين مستكة، مع رشة حبهان مطحون، يعني عليه لورا وعليه روزميري. ومش هنحط قرفة، احنا هنحط عود قرفة، مش هنحط قرفة باودر. وهجيب البصلة القربة وهحطها وهقلب. انا بس عايزة تطلع ريحة حلوة كده للبصلة بس، ومعاها جزراية عشان نعمل نسلق الفراخ. بصوا انا حاطة الجزرة كبيرة ازاي عشان اعرف اشيلها، وانا كنت مجهزة مية يا دوبك. بصوا تشويحة خفيفة ازاي. بصوا على طول كل حاجة غليت معايا بسرعة ازاي. اكمل بس شوية مية بسيطة تانية. انا محتاجة بس نص لتر، بس عايزة تبقى في الاول اكتر عشان لما يحصل بخ يتبقالي برضو نص لتر. يا دوبك المية هتغلي، وهروح حاطة فيها مين؟ هروح حاطة فيها الفراخ. هشيل حلة الرز دي دلوقتي علشان انا لسه ما عملتش الشوربة ازودها بيها. انا طفيت، لا طفيت على الحلة الصح. وهعمل ايه؟ انا عندي بصله، البصله ديت المفروض انا هعملها التقليه بتاعه الكشك، فعلى ما الفراخ تتسلق هعمل التقليه بتاعه الكشك. بس قبل ما اعملها عايزه اوريكم برضو ان اللبن لما ندوب فيه الدقيق بلاش تحطوه وهو على النار على طول. ممكن نجيب بوله زي كده، خليها ندوب الدقيق الاول وبعدين نعمل التقليه. هاخد معلقتين الدقيق بتوعي. على فكره انا بحبه ياخد سمكته من الرز، يعني كاننا بنعمل رز بلبن. واحط دقيق، وبعد كده لو طلع تخين مننا نزوده شوربه او لبن. ادي معلقتين الدقيق بتوعي اهمت. وهعمل ايه؟ باي مضرب سلك صغير في ايدي او معلقه واقلب علشان اضمن ان ما عنديش اي تكتلات دقيق. وده هيبقى خلاص هو ده السائل بتاعي لبني اللي انا هعمل بيه. مش مهم الكوبايه التانيه دوبها هنا، اهم حاجه اول كوبايه اللي هي دوبت فيها الدقيق، والتانية ابقى اخدها على طول. بس انا كده ضامنة ان انا ما عنديش تكتلات عشان يطلع الكشك طعمه حلو. وهخلي برضو المضرب محطوط فيه كده لحد لما اجي استعمله ابقى اقلبه تاني. المية غليت، هنزل بقطع الفراخ. بصوا بقى اول ما قطع الفراخ هتنزل هنا هتاخد الريحة بتاعت المستكة وبتاعت الحبهان وبتاعت عيدان القرفة. الريحة قد ايه هتبقى جميلة جدا.
بس هو يغلي غلوتين. انا هزود حبه ميه كمان. هتغلي غلوتين، الفراخ مش هتاخد اكتر من 12 دقيقه وتكون استوت. انا طبعا هنجز في الفتره دي وهبدا اعمل ايه، اعمل التقليه بتاعتي. احنا متفقين ان احنا هنعمل التقليه بايه؟ هنعمل التقليه بسمنه. بس الطاسه بصوا فيها، اما تكونوا هتستعملوا حاجه فيها سمنه او زيت، لو نقطه ميه في الطاسه شيلوها. يعني انا لقيت هنا نقطه ميه، دي ممكن تلسعني وفي نفس الوقت بقى طرطشه. طب وليه اصلا غلط على الماده الدهنيه الطرطشه دي؟ بصوا السمنه بتبقى مرمله وحلوه ازاي لما بتكون متسيحه في البيت والمرته بتاعتها طالعه كلها منها. انا هحط هنا حبه سمنه حلوين علشان ايه؟ يحمروا لي البصلايه. بس منديل وامسح هنا بس، وهصبر عليها لحد لما تسخن. مش هحط البصله فيها الا لما تسخن. عندي هنا اهوت الفراخ هتغلي وعلى طول هتستوي، وهيبقى طعم الفراخ كده فيه عصاره، وهتشرب من الكشك من اللبن، هيبقى طعمها جميل جدا. يعني بقى غير الفرخه المحمره اللي جنب الكشك، لا احنا هنا عاملين فراخ، يعني عارفين كان زي الحاجات اللي بالصوص الابيض الكل دلوقتي بيحبها، احنا عاملين الفراخ جوه الكشك، فطعمها هيكون ولا اروع. ان شاء الله هتعجبكم. بحب الاكلات اللي بتفكرنا بالامهات. واحنا بقى لو عندنا مثلا، انا ام كبيره بس لما اقول انا مش قصدي على نفسي، يعني انا واقفه في المطبخ ام صغيره مثلا بتعمل اكل، بتفتكر مامتها، اه ده ماما كانت بتعمل كذا، انا لسه هجيب فرخه كبيره دلوقتي واقفه احمرها. دلوقتي كل البنات الصغيرين يعني يحبوا اكتر الفراخ المخليه، وهو بيني وبينكم يعني من غير الجلد هي فعلا اصح، فهتروح جايبه عندها صدرين فراخ، هتروح عاملاهم في ساعتها. بس في نفس الوقت عملت اكله طعمها في بقها من طعم وريحه مامتها، فهتتبسط وهتبسط ولادها وتطلعهم عارفين الاكل اللي هي اتربت عليه، بس بصوره وباسلوب جديد. ساعات بنبقى عايزين نعمل نطبق الاكله بحذافيرها زي ما هي كده، يعني انا عايزه اعمل كشك، عايزه اعمله زي ما هو بصورته التقليديه بالفرخه المحمره او باللحمه اللي محطوطه في الدمعه. وساعات الواحد بيبقى عايز، انا عندي فراخ بانيه وعايزه اعمل كشك، طب اتصرف. في المناسبات الاجتماعية أو الدينية اللي احنا مرتبطين بيها بمواعيد معينة، زي مثلا عاشورة، نص رجب، الحاجات دي اللي هي بتبقى فيها مواسم، 27 رجب قصدي، ليلة الإسراء والمعراج، هي دي اللي بنبقى عايزين نعمل فيها أكلات تقليدية بنفس صورتها التقليدية زي ما تعودنا. بس في الأوقات العادية يعني بنبقى عايزين نغير شوية. بس أنا من الناس اللي في المناسبات، يعني لو بعمل أكلة تقليدية في مناسبة اجتماعية كنا بنتلم عيلة عليها بهذه الصورة، بحب أنفذها بنفس الصورة. بس في الأوقات التانية لأ. بصوا الفراخ عندنا هنا بدأت تغلي، من أول ما تغلي نحسب لها مش أكتر من 12 دقيقة هي هتستوي على طول، لأنها مربعات صغيرة وما فيهاش العظمة ولا فيها جلدة، هتستوي على طول بمعنى أصح. البصل هنا أنا هفضل أقلبه، مش هسيبه ألا لما ياخد معايا اللون الذهبي. يعني ما نعملش حاجه ثانيه ونسيب البصله، لازم نبقى واقفين قدامها نفضل نقلب فيها لحد لما تاخد اللون الذهبي، عشان ما تطلعش حته وحته. في حاجات محتاجه صبر وانا هصبر علشان تطلع طبختي حلوه. بصوا انا ما بسيبش التقليب ولا لحظه، ازاي؟ خليكوا كده على طول عشان احنا عايزين البصله تبقى لونها حلو. بصوا هي اخدت اللون الذهبي الجميل، ممكن اسحبها كده واقلب شويه. في نفس الوقت هطفي هنا على الفراخ. بصوا هتبدا تتحمر وهي مش على النار، انا كده شايلاها من على النار، عايزاها بس تكمل تحميرها وهي مش على النار. وطفيت على الفراخ وشلت غطا الحله عشان بس تتهوى شوية عشان اقدر اصفي منها الشوربة. بصوا بقى انا هعمل ايه، انا هجيب طبق وهاخد حبة كده من التقلية، بس اضغطهم كده من السمنة واخدهم كده هو على الطبق، يعني بعصرهم من سمنتهم. هاخد حبة كمان وهسيب حبة بقى، يعني انا خدت تقريبا التلات ارباع. بصوا مهم قوي
اول ما اخدتهم، وهبعد دي عن النار علشان انا عايزه احطها، هرجع اسخنها واحطها على وش الكشك لما يخلص. هي لسه دهبي فاتحه، هبعدها عن النار، احطها في مكان بارد علشان اقدر ارجعها تاني على الكشك. وهنا بقى بشوكه كده اقلب دي وافرطها من بعض عشان تفضل ناشفه. خليها كده في الهواء علشان تفضل ناشفه. هجيب بقى عندي هنا هوة الرز، ونحط الرز على النار ونولع عليه اهو. وهصطاد البصل بالفراخ، احطهم كده في طبق علشان بالجزر، عشان انا عايزه اصفي الشوربه، يعني عايزه اخد شوربه بس. وبعد كده هناخد قطع الفراخ وهنشيل الجزر والبصل، مش هنحط في الكشك غير قطع الفراخ بس. بصوا الفراخ استوت على طول ازاي، ما بتاخدش وقت. حتى لو في بقى متبقي في الحله هبقى برضو اشيله، بس انا كده شلت اللي يسمح لي باني اعرف اشيل واحط ايه على الرز. بصوا بقى انا هحط الشوربه على الرز وتغلي، الرز يغلي بيها غلوتين، هحط مقدار نص لتر. الرز هيغلي بيه غلوتين، انا هبقى اشيل عود القرفه اللي نزل مش مشكله، يغلي بيها غلوتين ونبدا نحط عليه اللبن. انا دلوقتي هسيبكم واطلع في فاصل صغير على ما تغلي الشوربه بالرز، مش هعمل اي حاجه وارجع لكم تاني، استنوني.